أهلا بيك يا صديقي. قبل ما نبدأ الفيلم أحب أفكرك إنك تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان تتابع فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. وبدون ما أطول عليكم يلا نبدأ. بيبتدي الفيلم في سوبر ماركت وبيدخل فيه ثلاثة شكلهم غريب وبدأ ياخدوا الحاجة ويكسروا فيها، ولما بيسألهم الكاشير على اللي بيعملوه فبيضربوا واحد منهم بعنف وبيقوله يخرج الفلوس اللي في المكان. وفي اللحظة دي بتدخل بنت اسمها جو عشان تشتري حاجة وبتدي للكاشير الفلوس وبتطلب منه الباقي وهي ولا على بالها أي حاجة، ولما واحد منهم بيلاقي في إيديها فلوس كتير بيهددها بالسكينة علشان تديله الفلوس، وفجأة جو بتديله مقص وبتضربه والتاني لسه هيضربها بالسكينة صدتها بعلبة الخضار، وبتقوم معركة شرسة بينها وبينهم، ورغم انهم اكتر منها لكن المرة دي الشجاعة غلبت الكترة وعلمت عليهم كلهم، وبتروح للكاشير عشان تحاسب على علبة الخضار اللي باظت. وبعد فترة بيجي لجو اتصال من صاحبتها المقربة من هي اللي بتعتذر لها علشان ما بتتصلش بيها، وده لانها مشغولة في عروض الباليه، وبتسألها اذا كانت فاضية دلوقتي علشان تروح لها شقتها، فجو بتوافق وبتاخد الموتوسيكل وبتروح لها، ولما وقفت قدام الشقة من هي ما فتحتش، فجو بتفتح الباب عن طريق الرقم السري لانها صاحبتها وعارفاه كويس، ولكن لما بتدخل ما بتلاقيش مين هي، فبتروح لاوضتها وبتشوف علبه مقفوله على شكل هديه، ولما بتفتحها بتلاقي جزمه باليه ومعاها رساله من صاحبتها بتترجاها فيها انها تنتقم لها من اللي عمل فيها كده، وفي اخر الرساله موجود عنوان على الانترنت، فبتقلق جو وبتحاول تتصل بيها وبتسمع الصوت جاي من الحمام، ولما بتدخل بتشوف فعلا تليفونها وبتتصدم لما بتلاقي صاحبتها ميته في حوض الاستحمام بعد ما خلصت على نفسها. وبنرجع لورا وبنشوف وقت لما اتعرفوا على بعض، وكانت جو بتشتري تورته لعيد ميلادها، ومن هي كانت بتشتغل في المحل اللي بتشتري منه، ووقتها من هي عرفتها انهم كانوا مع بعض في المدرسه الاعداديه، ومن وقتها بداوا يخرجوا مع بعض وبقوا اصحاب، وبنعرف ان جو بتشتغل في حراسه الشخصيات تبع شركه خاصه، ومن هي بتشتغل في المحل لكنها كمان باليرينا وبتقدم عروض مسرحيه. وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف جو بتبحث عن العنوان اللي كان في الرساله، واتضح انه محل الكتروني لبيع الاكل، فبتطلب جو وجبات عن طريق الرسائل وبيرد عليها الشيف، لكن وهم بيتكلموا بيغادر المحادثة، وواضح انه حذر جدا في الاشخاص اللي بيكلمهم. وبعد شوية بيجي اتصال على موبايل من هي من شخص اسمه تشوي، فبترد جو بس ما بتتكلمش، وبيكون تشوي متضايق على اساس انه بيكلم من هي لانها ما بقتش ترد عليه، وبيطلب منها تجيله عند جسر جامسو والا هيعلمها تسمع الكلام بطريقته. وبعدها بتروح جو للجسر لان اكيد تشوي اخر من كان على علاقة بصاحبتها، وبيوصل تشوي بعربيته للجسر وبيسلم شنط لبعض الناس، ولما بيتصل بمين هي وما بتردش بيسيب المكان وبتروح ورا جو بالموتوسيكل لغايه ما بيوصل لبيته. وبعد ما عرفت مكان تشوي بتستناه في مكان قريب لغايه ما بيمشي من البيت تاني يوم. بعدها بتروح جو لبيته وبتفتح الباب بطريقتها عشان ما تسيبش دليل وراها، وبتفضل تفتش البيت عشان تعرف عنه اي حاجه لغايه ما بتلاقي دولاب مقفول في احدى الغرف، ولما بتفتحه بتتفاجئ بوجود وسائل تعذيب كتير، وبتفتح الدرج فبتلاقي فلاشات كتير مكتوب على كل واحده منهم علامه عن بنت معينة، لغايه ما بتلاقي فلاشه مكتوب عليها راقصه الباليه، فاخدتها وبتشغلها فبتلاقي ان تشوي انسان سادي بيستدرج البنات وبيخدرهم وكمان بيصورهم في اوضاع وحشه، وهنا فضلت تبكي لما عرفت السبب ورا موت صاحبتها. بعدها بيوم جو كانت قاعده في اوضتها ولابسه السماعه في الوقت اللي تشوي ماسك تليفونه، وبنكتشف ان قبل ما جو تسيب بيته زرعت ميكروفونات عشان تعرف خط سيره، وبيجي له مكالمه من صاحبه وبيطلب منه يتقابلوا بكره في الملا علشان يصطادوا، وطبعا يقصد البنات بالصيد. وفعلا تاني يوم بتجهز جو بتروح للملهى وهي هناك بتبص عليه وبتشوفه، وبعدها بتطلع لفوق بس مش بتلاقيه، وفجأة بيحط ايده على كتفها وبيسألها عن اخبارها كأنه يعرفها كويس، لكنها بتقول له انها ما تعرفوش، فبيعتذر لها وبيعرفها انها شبه واحدة يعرفها وبيعزمها على حاجة يشربوها سوا، وبعد شوية بتخرج معاه في عربيته، ولما بتسأله هيروحوا فين بيقول لها انه يعرف فندق صغير لكنه كويس ومش كتير يعرفوه. ولما بيروح الفندق تشوي بيطلب من موظف الاستقبال يحجز له جناح خاص بيه، وبيسيب معاه مفتاح عربيته وبيروحوا للجناح، والجناح كان فخم جدا وبيعرض عليها مشروب قبل ما يدخل الحمام، وفجأة بيطلع حاجات من شنطته فيها أدوات تعذيب، وطبعا الجناح مش أول مرة يحجزه لكده، ولما بيخرج بيلاقي الكاس مرمي على الأرض وجو نايمة على السرير لأنه كان حاطط لها منوم، وبدأ يصورها بالكاميرا وهي نايمة، ولكن المفاجأة إنها ما طلعتش نايمة، وبتضربه بالسكينة بسرعة لكنه بيمسك السكينة بإيديه بقوة، فبتحاول تطعنه تاني لكنه بيعرف يتصدى لها وبيرميها
على الأرض وبتحاول تقتله مرة تانية، لكنه كان قوي وبتقوم معركة شرسة وسريعة. ورغم انه بدنيا اقوى، لكن دفع الانتقام عند جوي بيخليها تهاجم بشجاعة، وبتقدر تلف السكينة حوالين رقبته، لكنه برضه بيتصدى بكل قوته وبيقدر يتخلص منها، وبياخد عمود حديد وبيهاجمها بقوة، بس بتقدر تفلت منه وبتطعنه في بطنه وكمان في كتفه وبتوقعه على الأرض، ولسه هتغرز السكينة في وشه وبيتصدى لها بإيديه، لكن المرة دي بتصمم جو وبتغرزها جوه بقه وبتشفلط وشه ولسه هتقتله. بيظهر فجأة موظف الاستقبال وبيضرب عليها نار، لكن بتهرب بسرعة لتحت السرير وبيفضل يضرب نار، لكن الرصاص خلص فبتوقعه جو وبتهرب من المكان، لكن بتلاقي واحد في الممر قصادها وماسك منشار كهربائي وبيجري ناحيتها، وفجأة بنت بتفتح الباب الجانبي وبتخبط فيه فبيقع على الأرض وبيعور نفسه. بعدها بتجري مع جو بسرعة وبتاخد مفتاح عربية شوي وبيهربوا من المكان. بعدها بنشوف شوي في أوضة العمليات لغاية ما بيفتح عينيه فبيلاقي نفسه وسط شباب كتير ووسطهم الزعيم، وبيبقى كمان زعيم شوي واسمه تشيف، واللي كان متضايق جدا منه وبيعرفه إن اللي حصل معاه هيسبب مشاكل لشغلهم في المخدرات، وبيسأله إذا كان هيقدر يحل مشكلته، فبيقول له تشوي إنه هيحل المشكلة دي في أسرع وقت ممكن، فبيتعصب تشيف عليه وبيعرفه إنه قدامه 3 أيام بس ويجيب له البنت اللي عملت فيه كده. والناحية التانية بتقعد جو مع البنت اللي ساعدتها في الفندق واللي بتعرفها إنها واحدة من ضحايا تشوي وعصابته، وإنهم بيسموهم الجواري، ولو واحدة فيهم ما نفذتش كلامهم بيهددوها بإنهم هينشروا المقاطع المصورة ليهم على الإنترنت، وعشان كده هي كانت مستنية أي فرصة تقدر تنتقم منهم كلهم. وفي الوقت ده بيروح تشوي لصديق له شغال صيدلي، وطبعا هو ضمن العصابة وبيساعدهم في توزيع المخدرات، وبيطلب منه تشوي يساعده يجيب البنت اللي عملت فيه كده. ولما بيسأله يانج ليه ما طلبتش من الجماعة تساعدك، فبيقوله إنه عايز يخلص الموضوع بنفسه، لكن يانج كان متردد لأن المرة دي هتبقى جريمة قتل مش مجرد تصوير، فبيعرفه تشوي إنه لو ساعده يلاقيها في أسرع وقت هيدي له 100 مليون وين، فبيوافق طبعا على مساعدته. بعدها بتروح جول مدربتها في الشركة اللي بتشتغل فيها وبتقول لها إنها مش هترجع للشغل تاني، وبتعرفها اللي حصل معاها وإن محتاجة منها أسلحة مش مرخصة، وبتتردد المدربة في الأول لكن بتوافق وبتطلب منها الحذر، وبتروح جو عشان تستنى الناس اللي هتجيب لها سلاح، وبتتفاجئ بعربية بيخرج منها 2 عواجيز راجل ومراته، ولما بتشوف الأسلحة بتستغرب لأن شكلهم قديم جدا لدرجة إن الراجل عرض عليها مسدس صغير وكانت فاكراه لعبة، لكنه بيقول لها إنه هيساعدها لأنها ممكن تخفيه بسهولة. ولما الست بتسألها هتستخدم السلاح في إيه، بتقول لها جول الصيد، فالست بتجيب لها خزان بنزين بيتشال على الكتف وبتقول لها ده هيقتل عش الدبابير وقت الصيد، ولما بتشغله بيطلع منه نار رهيبة. وبالليل تشوي ويانج كانوا في المغسلة، وبيتكلم يانج مع واحد من الضباط اللي بيبيع لهم مخدرات وبيديله رقم عربية تشوي اللي جو أخدتها منه عشان يعرف مكانها، وفجأة تشوي بيقول له إنه عايز يوري له حاجة، وبيكتشف إن فيه جهاز تعقب تحت العربية، وطبعا جو هي اللي حطاه. وبعد شوية بنشوف جو هي بتجهز الأسلحة بتاعتها ومعها البنت بتاعت الفندق، وبتطمنها وبتطلب منها تنام عشان ترتاح، وبتخرج بره عشان تدخن، وبتروح السوبر ماركت تشتري شوية حاجات، ولكن لما بترجع للشقة مش بتلاقيها مكانها، وفجأة اتنين بيهجموا عليها لكنها بتتصدى لهم وبتقدر تهرب بسرعة من شباك الأوضة. وتاني يوم الزعيم تشيف بيستقبل تشوي في مزرعته وبيسأله عن المشكلة بتاعته، فبيعرفه تشوي إنه وصل للبنت وقتلها وكمان دفنها في الجبل، وطبعا هو كان بيكذب لأنه لسه ما وصلش لجو، ولكنه بقى معاه البنت اللي ساعدتها، وطبعا كانت حالتها صعبة من الضرب والتعذيب اللي شافته. على الناحية التانية بتروح جو للفندق تاني وبيطلع لها الموظف لكن ما بيرجعش، وفجأة بيسمع زميله صوت خبط فبياخد البلطة وبيطلع بره، فبيتفاجئ بجو رفع عليه السلاح وبتسأله عن مكان تشوي، وبعدها بتخلص عليه انتقاما من اللي بيعمله في البنات. وبعدها بتروح جو لمكان تشوي واللي بيكون في المزرعة، وبتدخل بسهولة للمكان وبتلاقي القميص بتاع البنت اللي خطفوه على الأرض وعليه علامات دم، وبتروح ناحية الأسانسير اللي بينزل لتحت الأرض وكان فيه 3 من رجالة الزعيم، ولكن بتخلص عليهم بكل سهولة. ولما بتنزل بتكتشف فعلا مزرعة كبيرة لزراعة الحشيش وتصنيعه وتغليفه، وموجود تحت عشرات العمال بيقوموا بده، وهنا جو بتشد انتباههم ومعاها المسدس وبتقول لهم انها بتدور على بنت قصيرة، وطبعا هم مش فاهمين حاجة. وفجأة بيدخل الزعيم تشيف واللي واضح انه كان متوقع وصولها بعد ما عرف ان تشوي كذب عليه، وبيقول لها تقعد معاه وبيعرفها انه مفيش حاجة بينه وبينها، ولسه بيكمل كلامه بتضربه جو رصاصة خلصت عليه فورا وسط ذهول كل اللي موجودين. بعدها بتصوب المسدس ناحية الشخص اللي بيدير المزرعة ولسه هتضربه، فجأة المسدس بيتعطل ومش عايز يضرب، وهنا كل الموظفين بدأوا يهجموا عليها بأي حاجة معاهم، وبتطلع جو المسدس التاني بسرعة وبتبدأ تصطاد فيهم واحد واحد، وبتقوم معركة شرسة بينهم والكل بيحاول يقتلها بسكينة أو بلطة أو حتى بعصاية، لكن بتتصدى لهم بكل
بقوة لغاية ما الرصاص بيخلص، وبتضطر تشتبك معهم من غير سلاح وبتدخل في مواجهة دموية معهم. ورغم كترهم لكنها بتحاول تتصدلهم بكل قوتها، ولكن من حسن حظها لما وقعت على الأرض لقيت مسدس واقع فأخدته، لكن ما ادولهاش فرصة وهجموا أكتر، لكنها بسرعتها قدرت تصطاد فيهم. وهنا بيتدخل المسؤول عشان يقتلها، لكن جو بتتفاداه وبتكمل قنص فيهم وبتضربه رصاصة في ركبته وبتهدده عشان يعترف على مكان تشوي، لكنه بيرفض. فبتاخد الإزازة المكسورة وبتحشرها في بقه وبتضربه في وشه لغاية ما أغمى عليه. بعدها على طول بيوصل يانج بعربية صغيرة، وفجأة بيلاقي جو خارجة من المكان ومعاها مسدس، فبتقرب منه وبتلاقي البنت مرمية على وشها وعليها آثار تعذيب، فبتصوب ناحيته المسدس، وفجأة تشوي بيضربها بالنار في كتفها وبيقع المسدس على العربية. وطبعا مرضيش يقتلها عشان يعذبها براحته، ويانج ما بقاش مصدق انه لسه حي. وفجأة بيضربه تشوي رصاصة في راسه وبيقول له خسارة فيك ال 100 مليون وين. بعدها بيروح لجو اللي كانت ورا العربية، لكن فجأة البنت اللي في العربية بتضرب عليه نار بالمسدس اللي وقع من جو، بس ما بتعرفش تسيبه من الحالة اللي هي فيها، وبيخلص الرصاص منها ولسه هيضربها بالنار. بتضربه جو على طول بالمسدس الصغير اللي فعلا طلع ليه لازمة، وبتضربه مرة تانية في رجليه، وما كانتش مصدقة ان البنت لسه عايشة. بعدها بياخدوا تشوي في عربية المكان على البحر وما فيهوش أي حد، وبيطلع جهاز البنزين اللي بيخرج نار قوية جدا، وبتروح لتشوي اللي كان مصدوم ومش عارف هي ليه بتعمل كده، وانه حتى ما يعرفش هي مين. فبتقول له جو انها تبقى راقصة الباليه، وهنا بيعرف تشوي اخيرا ليه جو بتعمل كده، وبتفتح جو البنزين. وتشوي فضل يصرخ ويقول لها انه هيدفع لها اي تعويض، وانه ما عملش اي حاجة تخليه يموت بسببها، فبتضربه جو. ولما عرف انه ما فيش مفر بيعرفها تشوي انه لو قتلته دلوقتي هيعمل نفس اللي عمله في مينهي في الجحيم، فبتبص له بغضب وبتقول له انه لو حاول يعمل كده هتطرده تاني حتى لو في الجحيم. بعدها بتشغل الجهاز واللي بيطلع منه ألسلة نار رهيبة ناحية تشوي، وبكده جو بتكون وريته الجحيم على الأرض قبل ما يروح للجحيم الحقيقي. وهنا بتنتهي قصتنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تتابع كل فيديوهاتنا الجديدة. سلام.